كل تايم اهي هذا حيساوي اكس عندنا امبليتيود اللي هو اي ماكسيموم الاكسبونيشن ماينس الفا في زد في كوساين اوميجا تي ماينس بيتا في زد. هيك هذه معادلة ويف يا شباب. كيف تعرفها معادلة ويف يا شباب؟ ضروري ما يكون فيها الكوساين طبعا كويس اذا كانت فانكشن للتايم هذه حاجة. والحاجة الثانية يا شباب ان البيتا ضروري منها. يعني مستحيل مستحيل تلقى معادلة ويف ما فيهاش بيتا. بيتا مهمة جدا. الالفا ممكن زيرو ممكن لا تنعرفها عم تسيره. ان هذا يسبب فاتنيواشن فاتنيواشن كوست. هذا شكلها شنو؟ هذا الريل تايم ها؟ الريل تايم اكسبريشن اوف ذا الكتريك فيلد. يعني الريل تايم اكسبريشن بتاع الكتريك فيلد. فهي عندنا اكسبريشن ثاني مثل كتبناه اللي هو كيف شكلها؟ دالها في الزد بس صح؟ يعني مطرين الزمن، حطينا فوق من هالطريقة يعني. فعبارة عن شنو؟ عبارة عن الـ A X في الـ E M E maximum في exponential minus gamma في الـ Z بالشكل هذا هي ألفا و جي بيتا. فطبعا الوحدة بتاعها بوضع المتر. هذا شو تسمو فيه؟ تسمو فيه time harmonic time harmonic expression بتاع الـ electric field فهي of the E field of the E field هو الـ electric field حوالي 100% تو عرفنا. طبعا شو العلاقة ما بيناتهم يا شباب؟ النهيه جايبينها من هياه من التايم هارمونيك. كيف جايبينها من هياه؟ هذه نفسها ان الالكتريك فيلد كذلك في الزمن والتايم عبارة عن الريل بار لشني الالكتريك فيلد كذلك في الزمن في الزد مضروبة في الاكسبونيشن جي اوميجا تي. فش يبدا يبان الزمن فهمت؟ اوكي تو تعالوا معنا يا شباب. احنا مبكري مش قلنا الجاما هذه عبارة عن propagation constant عبارة عن الثابت اللي حيتحكم في propagation بتاع الويف. يعني الموجة هي لما تنتشر لما هي تنتشر كيف حتنتشر؟ يعني هل هي فيها سرعة سريعة جدا او ان هي مثلا ويف حيصير لها attenuation او لا؟ طبعا الموضوع هذا على من يعتمد؟ يعتمد على التردد بتاع الموجة نفسها صح ولا؟ هذه حاجة. ويعتمد على المكان اللي بتمشي فيه. هل الويف هذه ماشية في الفري سبيس في الفراغ ولا ماشية في الهواء ولا ماشية في موصل في موصل ولا في عازل ولا شيء بالضبط؟ فهمت فكرة كيف؟ فالميديوم اللي حتمشي فيها الويف حنقول ان الميديوم باين اللي حتمشي فيها الويف ممكن نقسموها لاربع اقسام باين كويس. فممكن نقسموها الى اربع اقسام. القسم الاول نقدر نسموها فري سبيس اللي هو الفضاء الحر فري سبيس او نقول اير. ان الهواء يا شباب نفرض فيه ان هو يسلك سلوك الفري سبيس يعني وكانه فري سبيس يعني فراغ ما في شيء ماشي في فراغ كويس. ممكن الموضوع الثاني ان هي ماشيه في دايلكتريك بقى في دايلكتريك او ممكن يسموا فيه اسم ثاني اللي هو لوسلس ريجن. لوسلس ريجن يعني منطقه ما تسببش لوسس. لوسلس لوس معناها لوسس ولا معناها فواقد صح معناها يصير اتنيويشن للوير. لما نقول اللوسلس شو معناها؟ معناها منطقة ما تديرش فيه لوسس كويس. هنا حنقول شنو؟ لوسي ريجن لوسي ريجن منطقة تسبب في لوسس تمام. والأخيرة اللي هي بيرفكت كوندكتور باهي. هذه الميديوم اللي حتمشي فيها الويب باهي دقيقة باهي. كيف نعرف ان هي ماشية في الفري سبيس ولا الميديوم دايلكتريك ولا هو لوس يسبب في لوسز ولا هو بيرفكت كونكتور؟ بثلاث حاجات بس. شنو هما الحاجات بتاع الميديوم يا شباب؟ موصليه الميديوم نبها ونبي الميو بتاعها ونبي الابسلون. الثلاثه هما يا شباب هذا من البارامترات بتاع الميديوم. يعني لو نعرف السيجما الموصليه والميو اللي هي النفاذيه البيرميبيليتي والابسلون اللي هي البيرميتيفيتي او السماحيه لو نعرفهم الثلاثه نقدر نعرف نجيب اي شيء. فالالفا مش احنا قلنا عندنا الفا وعندنا بيتا اللي هم بتاع البروباجيشن كونسل. هذا منين ينجابوا؟ ينجابوا من هنا تمام. نحط المعادله بتاعهم طول انا فاهم. بالنسبه للالفا هذه شنو حتساوي؟ عباره عن اوميجا الجذر التربيعي للميو ابسلون على جذر 2 كويس مضروبه في قوس وكل نصوص. شو هي القوس؟ هو الجذر التربيعي لواحد زائد سيجما على اوميجا ابسلون لكل تربيع ماينس واحد. هذا الالفا شو نساوي؟ طبعا
المعادلة هذه شدها في راسك، لكن هي راه في الامتحانات يجيبوا فيها لكن ما هياش واعره، انت غير تكرر معاك ثلاثة أربعة مرات تقدر تسدد، والبيتا نفس المعادله بالضبط، نفس المعادله بالضبط، غير لا موجب بس اشاره موجبه، يعني معناها بيتا اوميجا الجذر التربيعي لميو ابسلون على جذر 2 مضروبه في كوس في كل نصوص ويسو هنا يشوفين الجذر التربيعي لواحد زائد سيجما على اوميجا ابسلون لكل تربيع زائد واحد. لاحظوا معي حاجه بره. هذه ميو هذه ابسلون وهذه سيجما ميو هنا هنا يا ابسلون شو في زايد عليهم الاوميجا بس صح ولا والاوميجا شنو يا شباب هي 2 باي في التردد اللي هو السرعه الزاويه بتاع الويف فمعناها يا شباب معناها ركزوا معي حاجه بهي لو تبدا عندنا ويف باش تجيب الالفا بتاعها وتجيب البيتا بتاعها البارامترات بتاعها باش كيف تقدر تجيبهم بمعلوميه الميديوم اللي هو اللي ماشي فيه اللي هي السيجما والميو ديبسون وعلمية التردد اللي هو الفريكوانسي بتاع الويف باهي تمام لو تعالوا معي نبدو فيهم بالحاجه ما الحاجه ما باهي جوا والحاجه نتكلموا عن المنطقه لما تكون ويف ماشي في الفري سبيس يقولوا فري سبيس فري سبيس باهي او اير تمام فبالنسبه للفري سبيس يا شباب احنا عارفين في الفري سبيس ان الميو هي نفسها ميو نود صح وابسلون هي نفسها ابسلون نود يعني سماح للميو ار والابسلون ار واحد هاكم يعني ما فيش ريلة البيرمتيفيتي وريلة البيرمتيفيتي هذا ما عرفناه والسيجما يا شباب شنو الفري سبيس هل هو يوصل الكهرباء فري سبيس لا هو يوصل ما يوصلش ولا عشان كان يوصل انا ميتين كله ما فيش معناها مشكله ولا فمعناها السيجما خيرا هذه البارامترات بتاع الفري سبيس يعني لما يجيك هو في السؤال يقول لك راهو عندي ويف ماشيه في الفري سبيس معناها وكأنه قال لك ان الميو هي نفسها ميرون الابسلون هي نفسها ابسلون والسيجما بزيرو يعني لانها فري سبيس عباره عن بيرفكت دايلكتريك يعني عباره عن بيرفكت دايلكتريك مش بيرفكت كوندكتور عازل ميتالي هذا المفروض فيه يجي باهي اوكي تعالوا ما نشوفوا شو صاير فيهم كويس السيجما بزيرو لا السيجما بزيرو انا هذا مشي كله جذر الواحد يعطي واحد واحد ناقص واحد زيرو معناها الالفا بزيرو علاش؟ لأن أصلاً شوف معي عندي راح لها بحي ألفا تساوي أوميجا الجذر التربيعي اللي هو إبسلون على جذر مين مضروبة في الجذر التربيعي الواحد زايد ما يزيره خلاص فحو كل تربيع ناقص واحد وكل نص أنا يساوي زيرو لأن جذر واحد 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 ناقص واحد يعطي زيرو معناها ما في لما السيجما بزيرو يا شباب لما الميديوم ما هوش موصل الكهرباء السيجما بتاعها بزيرو والالفا بزيرو وهذا منطقي شو معناه منطقي؟ لان الالفا شو هي قلنا؟ هي الاتينيويشن كونستنت هي الكونستنت هي الرقم اللي يتحكم لك في الاتينيويشن بتاع الويف هي مشكله لما ماذا بينا تكون صفر زي تو هيك ممتاز هيك 100% على شو معناها؟ معناها الويف لما هي ماشيه ويا مش ايوه مش حيصير الاتينيويشن ده فهي هذه بس تعال نشوف البيتا تعال نشوف البيتا شو صار البيتا حتقولوا عباره عن اوميجا الجذر التربيعي ميو ابسلون على جذر 2 مضروبه في الجذر التربيعي لواحد زائد هنايا زيرو له لكل تربيع زائد واحد لكل نص نص فهذا راح يبدا جذر واحد 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 زائد واحد 2 2 نص نص معناها جذر 2 جذر 2 يسمى جذر 2 معناها البيتا حنقولوا اسمها بيتا نوت في الحاله هي انتباهي لانها مميزه شو نساوي؟ يساوي اوميجا في الجذر التربيعي الميو بتاع الفري سبيس شو نساوي؟ ميو نود ولا وابسلون بتاع الفري سبيس شو اسمه؟ ابسلون ترى خذ للحاسبة ودير جذر ميو نود ابسلون في الحاسبة كويس شوف شو نساوي حتجيك مخلوق بسرعة بالضبط يعني معناها البيتا هي حتساوي جيني او بيتا نود كويس هي نفسها البيتا هي نفسها شو نساوي؟ اوميجا على سرعة الضوء على سي فهو معناها فهمتوا سرعة الضوء اللي جبتوا سرعة الضوء عبارة عن شيء عبارة عن واحد على الجذر بتاع الميونود ابسلون مخلوق جذر الميونود ابسلون يعطي سرعة الضوء في وين؟ في الفري سبيس الفراغ اللي هي تساوي تقريبا 3 ضرب 10 أس 8 متر في السكند. كويس ممتاز معناها اللي نديروا فيه صح علاش؟ لأن احنا نعرفوا الويف الموجة والضوء تمام اللايت راه وجهين لعملة واحدة وجهين لعملة واحدة فالويف لما ماشية في الفري سبيس نفس الضي لما يمشي بالفري سبيس يمشي بسرعه الضوء ولا فهو هذا فهم اوكي
فتمام تعالوا معنا نبغى نعرفه بارامتر جديد فهي هو اسمه بي بي اللي هو شنو هو عباره عن الفيس فيلوسيتي سرعه يعني السرعه بتاع الويب فهي الفيس فيلوسيتي يا شباب طبعا السرعه شنو تساوي مسافه على الزمن فلو تبي سرعه زاويه عباره عن الزاويه على الزمن ولا نفس الفكره فالفيس فيلوسيتي يا شباب هذا عباره عن نسبه ما بين الاوميجا على البيتا الاوميجا على البيتا فشنو حيساوي هو ترى حيساوي الاوميجا على البيتا اللي هي شنو تساوي عبارة عن اوميجا على سي ولا بري حالي معادي فيبدأ لك شنو هو نفس السي فالفيز فيلوسيتي بتاع الويب هو نفس سرعة الضوء ولا وهذا هيك منطقي جدا اللي هي 3.10^8 متر على السكند هذا الفيز فيلوسيتي ترى هذا امتى طبعا دول الكلام هذا لما تكون ماشية بالفري سبيس او الاير او الهواء لان هما الزوز يعني مشابهات ببعض فهيك اوكي تعال معي توا نشوفوا شو حيصير بعدين لما نقولوا ال H field يا شباب الماجنتيك فيلد تمام لو نحطوا له معادلة بعدين نقولوا كذا في الزد مثلا بعدين هذا شو حيساوي نفس معادلة ال الإلكتريك فيلد حنقول مثلا عبارة عن عندنا ماجنتيود بعدين نقول مثلا L واحد بعدين عندنا ماجنتيود نقول H maximum the exploration minus gamma field نفس المعادلة بتاع الإلكتريك فيلد بالضبط بس نبدأ نشوف غيره حضر اي واي بقى حضر اكس وهذا اي واي فمش ديما هذا الاكس وهذا الاي واي ما انا بدي اتول دبل معي داخل من الاساس بس بعد نص ساعه ثانيه حنبدا نلعب بيها ركز معي الالكتريك فيلد من معادله ماكسويل بحيل طبعا هم المعادلات الاربعه ما هماش معادلات ماكسويل الاربعه مش ليه لكن ماكسويل شنو ربطهم ببعض الاربعه واحده لجاوس والثانيه لجاوس واحده لفاراداي واحده لامبير الاربعه مش ليه ويسموا فيهم باسم ماكسويل لانه هو الوحيد اللي في العالم اللي ربطهم ببعضهم كيف ربطهم ببعضهم عرف انه لو كان عندك الكتريك فيلد متغير مع الزمن حيولد لك ماجنتيك فيلد متغير مع الزمن الماجنتيك فيلد مع متغير مع الزمن يرد لك الكتريك فيلد الكتريك فيلد ماجنتيك فيلد هذه الحاجات اللي فسروا بها كيف تنتشر الموجات والجرامات فبقى شنو علاقه الكتريك فيلد بالماجنتيك فيلد ان الصوص تمام متعامدات على بعض كيف متعامدات على بعض يعني انت هي الويف ماشي الباور انت بعطي باور ولا يعني مثلا الاشاره مثلا تطلع من موبايلي تمشي لا لانتنه مثلا جروب بلاي ستيشن محطه فهي الويف ماشي غادي لكن الالكتريك فيلد بتاعها البولاريزيشن بتاع اكس ثاني الماجنتيك فيلد الواي فيلف الصوص مع بعض فهم فكره كيف ولا يعني الصوص يكون متعامدات حسب شنو حسب قاعده اليد اليمنى يعني قاعده اليد اليمنى لو كان الالكتريك فيلد هو اكس معناها الماجنتيك فيلد هو واي باش تبدا الويف ماشيه وين في اتجاه الزد فكيف الموضوع الكلام ما بيناتهم حنقولوا ان الاي اتجاه الالكتريك فيلد نديروا له كروس برودكت مع الاي ايش اتجاه الماجنتيك فيلد هذا شنو حيعطيني ان شنو هي الان يا شباب نقصد بها اتجاه انتشار موجه يعني هذا دوران الموجه بقى يعني شنو هي الان هذه اتجاه انتشار موجه اتجاه انتشار الموجة اللي هو بالانجليزي يسموه فيه direction of propagation يعني direction of propagation لو احنا الويف لو فرضينا ان الويف وين ماشي من الويف البوزيتيف زد دايركشن ولا ركزوا معايا على حاجه بحيل مهمه جدا هي طبعا وين منين تعرف ان اتجاه انتشار الموجه تعرفه من فوق من الداله الاسيه من فوق في الاس بتاع الداله الاسيه تمام هذا هو اللي تعرف باتجاه انتشار الموجة ركزوا معي لحاجة هنا طبعا دول ويف ماشية في الزد دايركشن كويس ماشية في الزد دايركشن في البوزيتيف زد دايركشن علاش؟ لأننا قلنا إشارة سالبة عندنا وفسرناها منطقيا إن كل ما تمشي في الزد الويف مفروض تضعف مش تقوى صح ولا لا؟ هذا سبب ثاني حاجة لو لقيت هنا زد يا شباب مستحيل هنا تلقى زد الفكرة كيف؟ يعني لو لقيت هنا واي لوكا مستحيل تلقى واي لو لقيت هنا الاكس مستحيل تلقى الاكس علاش لان هذه اسمها بلين ويف شو معناها بلين ويف يعني هي الويف ماشيه في الزد ممكن تبدا ماشيه هيك او ماشيه هيك او ماشيه في الزوز مش هي تمشي هيك وترجع فهمت كده ما تجيش ولا فشو معناها في اليونيفورم بلين ويف ما عندناش الكتريك وماجنتيك فيلدز كومبوننت في اتجاه البروباجيشن تمام مرات تجيك سؤال مثلا يعني هو ما يجيب ما ماليش رد على الحق لكن يجيب لك معادلات ويقول لك هل هذه معادله موجه ولا لا كيف تعرفها معادلة موجة؟ المفروض ان هنا مثلا لو جت زد ما تلقاش الاي زد ظهر
فهمت فكرة كيف؟ لو لقيت اكس ما لقاش اكس لو تعرفه. اوكي هذه حاجة. تو وين الاتجاه اكس هو؟ الالكتريك فيلد في الاكس ولا؟ بح. يعني اتجاه الالكتريك فيلد هذا في الاكس، نقول هذا اكس. كويس. لما نديروا لك مع المجنتيك فيلد اللي هو الاي واي كروس برودكشن حيعطي هذا لازم هم يلفوا مع بعضهم بالشكل هذا. فا اكس كروس الاي واي يعطي الاي زد، يديرها بالشكل هذا بتلف بها ولا بتتخيل تحط المحاور بتاعك ولا والسطح يديروا بنفس الحال. فشو الوحده بتاعها يا شباب المجنتيك فيلد؟ امبير على المتر. الالكتريك فريكشن وحده فولت على المتر. ليش؟ لان السورس الكهربائي الفولتج والسورس المغناطيسيه في التيار. باهي اوكي معناها هنا في كلام بتشيك كثير على نقسمهم على بعضهم ولا؟ لو نقسمهم على بعضهم يا معاد شنو حيصير؟ فولت على المتر على الامبير على المتر شنو يعطي؟ مقاومه. او انتم متطورين شويه تو في الانسان يعطي معاوره خلينا نقول يعطي امبيدنس. لان هذا من الكومبلكس نمبر ولا؟ تصوروا حتى هو